انا شفت واحد الفيديو في الفيسبوك ديال مول كاسكيطه تيقول بانه تعرض لواحد الاعتداء من طرف 8 اشخاص وبانه تعرض ثلاث مرات لهذا الاعتداء. انا كتبت لماذا تبغي ندير هذا الفيديو؟ لانني انا مغربي ومول كاسكيطه مغربي وما نبغيش شي اخ ديالي مغربي يتقاس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الشاب يونس بن ملال. هذه الرسالة هذه تنوجهها لمول كاسكيطة. مول كاسكيطة لاحظت فيك بلا انت واحد الانسان حقار بزاف. حقرتي على سينا وتبعتيها في المسائل الشخصية ديالها، وهذا الشيء هذا ما تيرضيش لا سيدي ربي لا العبد. الفيديو هذا تنديرو خاص، فيديو تنطلب به، تنطلب فيديو الصلح. خوتي المغاربة، خواتاتي المغربيات، انا تنطلب منكم من هذا الفيديو هذا بارطاجيوه، تنشروه. علاش؟ باش تساعدونا بالصلح. السلام عليكم، معكم الشاب يونس بن ملال. باش نهضر على واحد السيده بقات فيا بزاف، بالنسبه ليا انا كنتمنى تمثل المنطقه ديال الاطلس. جيت باش نهضر على هاد السيده هادي ونعطي الفرصه لهاد السيده هادي اللي غتهضر وغتبين الحقيقه. خيزونت الشاب يونس بن ملال. سالينا سينا هادي. سالينا هو انت يا هو انا. مو شوف هاد الويكاند شفنا لا فيديو اللي درتي على قبل سعد المجرد، بينه راه عيط عليك، بينه راه عيط لك المحامي ديالو وقال لك هو راه زعما غيخويك البلاد يندمك على داكشي اللي درتي. شوف واش انت متاكد بان سعد المجرد عيط لك ولا متاكدش؟ متاكد ولا لا؟ متاكد. اه باش متاكد؟ علاش؟ كيفاش؟ متأكد بالله عيط عليه. واش تهضر معاك هو ولا تهضر معاك المحامي ديالو كيف ما قلتي؟ هضر معايا هو المحامي. جوج شوف. هضر معاه. لا شوف بلاش فهمت. شاب يونس. اه. انت كتعرف ايت راديو ياك؟ اه. كتعرفني انا مومو ياك؟ كتسمعنا كل صباح. شوف واش تثق بيا لك دابا غندوزك الساعة المجرد دابا غندوزو لك ديال بصح دابا باسكو هذاك اللي يهضر معاك حيت دابا نيت ندوزو لك دابا تو سويت. هاو سعد. وي السلام عليكم. السلام عليكم. يونس لاباس عليك؟ اه لاباس الحمد لله. كي داير؟ لاباس الحمد لله. هذاك الشيء اللي درتي راه زوين وتبارك الله عليك وعجبني. بالعكس انا ماشي من الناس اللي غادي يعيطوا لك ويقولوا لك بحال هكا نهائيا. انا اللي كنسمع الاغنيه ديالي كتغنى كنفرح. بالعكس اه عيطت عليا وانت واحد السيد. لا ماشي انا ماشي. السلام عليكم، معكم الشاب يونس بن ملال. انا فرحان بكم بزاف، واخا فرحان باللي عيرني وفرحان باللي شكرني. وحنا راه مغاربه واحد، ولا درت شي حاجه خايبه سمحوا لي. هذه هي الدنيا، انا عارف نيت ما شفرت ما سرقت. بزاف الناس يقولوا لي ماشي الصوت ديالك هذاك. انا حبيت زعما ندير لكم واحد القطيع منه باش تعرفوا بلي راه الصوت ديالي. الله يرحم الوالدين والناس اللي عيرونا، الله يرحم الوالدين، الله يعطيكم شي رزق. واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السي سعد المجرب اخويا الفنان، اش بغيتي عندي؟ تبقى تعيط عليا في التليفون، تبقى تهددني، تقول لي غنشوهك في المغرب، غنخويك المغرب، ما غتبقاش، غتولي الشعب قاعد يضحك عليك. علاش اخويا زرتني؟ انا عارف ان العادي السي شبيتي عندي. سالينا راه عجبات الناس يضحكوك. انا سي بغيت عين ضحك الناس، غنيتها وبغيت نضحك الناس باش غنكش فيا السي. وبعد هذيك سالينا ما ديالكش انت بعدا اصلا كاع السي ساعد المجرب. واسي ساعد المجرب راه سالينا ماشي ديالك بعدا انت تهضر. عاقني البارح بالليل المحامي ديالك تيهضر معايا، نقول له يدوز لي هذاك السيد اللي تيهضر معايا، تيقول لي راه ما بغاش يهضر معاك. اش غتكون انت السي ساعد المجرب؟ اش غتكون انت السي مغني؟ المغني في المغرب راه صافي راه عطا الله ولا قياس، ما بقاش يهضر المغني في المغرب. ها
تهدد فيا انا تقول لي نخرج عليك نخويك المغرب سالينا سي ماشي انا اللي درتها في الهيس بريس وقت نعرف انا الهيس بريس كنت سهرت بشحال هادي بلا هاد الشو هادي علاش انا نخويك البلاد انا غندير ليك اللي كنغنى هاد الاغنيه هادي وي سمعت لها دابا كانت في خبرك انت هاد القضيه هادي فراسي القضيه قالك عيط لي سعد المجرد مي ما عيطتش انا جو بونس سعد المجرد حيت الخبر اللي دارت في لي باج وفي البالطو غير شي واحد اتصل بي هو ملي دير الفيديو دير نمرته اكثر ما كيبان وجهه انا باقي عاق عليه دابا 067 شالينا شال اصلا هو سالا داير هذاك الفيديو سالا حبسات حتى واحد تمايا الناس ما عرفتش السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم الشاب يونس بني ملال أنا جيت اليوم تندير هذا الفيديو هذا حيت دخلت الانترنت وشفت واحد الفيديو مكتوبة فيه كاينة الحقرة في هذا البلاد أنا اليوم جبت لكم واحد الفيديو ديال واحد المواطن مغربي مشى بغى يجيب شي ورقة من مقاطعة قسم الحالة المدنية والموظف تيقول المواطن المغربي تيطلب الحق ديالو والموظف تيقول المواطن المغربي انت مجرد مواطن عادي ما تهضرش معايا شكون انت رئيس مصلحه ما تتكلمش معايا انت مجرد مواطن عادي شوفوا معايا الفيديو وغادي نرجع